فاطمة الزهراء، كنسكن في الدار البيضاء. الخدمة ديالي كنخدم الراندا. الرسالة اللي كنوجه ليها، كنتمنى ليها الصحة والسلامة وطول العمر لكل المرأة المغربية. لبنى من كازا، كندير موديليزم. رسالتي للمرأة المغربية هي أنني كنوجه لها تحية، وكنقول لها كل عام وأنتي بألف خير، وكنقول أن المرأة المغربية يعني راها مرأة قوية وشجاعة، وأي حاجة بغات توصل لها كتوصل لها بإذن الله. شايبية من كازا، مهنة ديالي لا كوزين. رسالتي للمرأة المغربية كنتمنى لها التوفيق وأي حاجة بغاوها راه يوصلها.